في مشهد نادر الحدوث وأمام عدسات الكاميرات، دخل قائد الجيش لرئيس الجمهورية في القصر الجمهوري وبلغه أنه قاد انقلاب عسكري للإطاحة به. فرد الرئيس عليه وقال له: أنا قائدك وبأمرك بسحب جنودك ومش هسمح لك بهذا التمرد. وده اللي حصل حرفيا في دولة بوليفيا في قارة أمريكا الجنوبية يوم 26 يونيو عام 2024 بين قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا ورئيس جمهورية بوليفيا لويس أرسي. البداية من أكتوبر عام 2019 لما قامت تظاهرات شعبية ضد الرئيس البوليفي إيفو موراليس بعد فوزه بفترة رئاسية رابعة. استمرت الاحتجاجات 3 أسابيع، بعدها أعلن إيفو موراليس استقالته من منصبه يوم 10 نوفمبر عام 2019، وأعلنت جانين أنييز عضو مجلس الشيوخ زعيمة المعارضة في بوليفيا نفسها رئيسة لمجلس الشيوخ، واستخدمت هذا المنصب كأساس لتولي الخلافة الدستورية لتصبح رئيسة مؤقتة للبلاد. وبالمناسبة الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس قام في 14 يناير عام 2009 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل نتيجة الحرب على غزة، وفي 31 يوليو عام 2014 ألغى السماح بدخول الإسرائيليين لبوليفيا بدون تأشيرة سفر. وفي نوفمبر عام 2020 وبعد عام من الأزمة بينجح لويس أرسي في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا ويصبح رئيسا لبوليفيا. وبعد توليه الرئاسة عين خوان خوسيه زونيجا قائد للجيش. وعلى الرغم من نجاح لويس أرسي في تولي منصب رئاسة الجمهورية، إلا إن خصومه انتقدوه ووصفوه بأنه دمية في يد الرئيس السابق إيفو موراليس، وده لأنه كان دراعه اليمين أثناء فترة رئاسته وعينه وزير للاقتصاد وترشح بمباركته في الانتخابات الرئاسية. والشيء الغريب هنا إن بعد تولي لويس أرسي رئاسة البلاد حدث خلاف بينه وبين الرئيس السابق إيفو موراليس، وتطور الخلاف إلى خصومة وبلغت ذروتها لما انقسم حزبهم السياسي الحركة نحو الاشتراكية MAS، جزء أصبح مع الرئيس الحالي وجزء أصبح مع الرئيس السابق. وانتظر الجميع الانتخابات الرئاسية في عام 2025 لحسم الصراع ما بينهم، اللي من المفترض أن تكون حظوظ إيفو موراليس الرئيس السابق لبوليفيا في الفوز على الرئيس الحالي لويس أرسي، على الرغم من محاولات لويس أرسي من خلال السلطة القضائية لحرمان موراليس من منافسته. الغريب انه برغم الصراع وحالة العداوة ما بين لويس أرسي وموراليس، الا ان الرئيس الحالي لبوليفيا لويس أرسي قام بعزل قائد الجيش يوم 25 يونيو عام 2024 لانه صرح وقال: لن اسمح بترشيح موراليس مرة تانية للرئاسة. وذكر بان القوات المسلحة هي الجناح المسلح في البلاد في اشارة الى التهديد بالتحرك العسكري. 26 يونيو عام 2024 اتجه جنود مسلحين وبعض الدبابات وعربة مدرعة نحو باب القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز. تقدمت المدرعة نحو باب القصر بعنف وحطمته. في الوقت ده كتب الرئيس البوليفي لويس أرسي على تويتر بأن هناك حركة مريبة لوحدة من القوات المسلحة في محيط القصر، ودعا لاحترام الديمقراطية وحذر من حدوث انقلاب عسكري، ودعا الشعب لحماية مسار البلاد الديمقراطي. دخل بعدها قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا لمدخل القصر الجمهوري والتقى بالرئيس لويس أرسي وجها لوجه، واللي قال له: أنا قائدك وبأمرك بسحب جنودك ولن أسمح لك بالتمرد. وقتها أمر قائد الجيش الجديد خوسيه سانشايز قوات الجيش بالعودة مرة أخرى لوحدتهم، وطلع على منصة في القصر الرئاسي وقال للجنود في الخارج: بأمر جميع الأفراد بالعودة إلى وحدتهم. فبدأت القوات في مغادرة محيط القصر الرئاسي. في الوقت ده وصلت جموع كثيرة من الشعب البوليفي أمام القصر الرئاسي. بعدها غادر قائد الانقلاب القصر الرئاسي، وبعد فترة قصيرة ظهر أمام سكنة عسكرية وهو بيتحدث للصحفيين وقال: نريد استعادة الديمقراطية، وتحدث عن المشاكل الاقتصادية اللي بتعاني منها البلاد. في الوقت ده ظهرت عناصر من الشرطة البوليفية وهم بيعتقلوا قائد الانقلاب وأجبروه على ركوب سيارة الشرطة، وقال له وزير الداخلية: أنت رهن الاعتقال أيها جنرال. وبعدها ظهر قائد الانقلاب مكبل اليدين في مؤتمر صحفي. الغريب في انقلاب بوليفيا انه حدث في عز النهار وبحركة بطيئة خالية من عنف الأداء العسكري المتبع في أغلب الانقلابات العسكرية. والأغرب ان قائد الانقلاب صرح انه عمل الانقلاب ده بالاتفاق مع الرئيس الحالي لويس أرسي من أجل رفع مستوى شعبيته وخروجه في مظهر البطل اللي أفشل الانقلاب استعدادا لانتخابات عام 2025 الرئاسية.
وعلى الرغم ان جزء كبير من الرأي العام البوليفي صدق التصريح ده، الا ان جزء تاني اتهمه بالسذاجة بسبب استجابته لتنفيذ هذه المسرحية وتعريض نفسه لأقصى درجات العقوبة في الوقت اللي حقق فيها الرئيس هدفه. وبعيدا عن السبب الحقيقي للانقلاب وتفاصيله واللي بالتأكيد هتكشفه الأيام القادمة، أشارت أصابع الاتهام إلى وقوف أمريكا وراء انقلاب بوليفيا بعد لما أصبحت بوليفيا دولة عصية على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع قطع الرئيس الحالي لبوليفيا لويس أرسي علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2023، وصولا لتأييد بوليفيا الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. ودلل البعض على صحة هذه الفرضية إن إسرائيل كانت أول المباركين لإنقلاب عام 2019 ولتعيين جانين أنييز رئيسة انتقالية لبوليفيا، واللي أعلنت وقتها استعادة علاقة بوليفيا مع إسرائيل بعد انقطاع دام لعشر سنوات. واللي زود الشكوك أكتر لدى الرأي العام من دعم أمريكا لقائد الانقلاب خوان خوسيه زونيجا هو إنه طالب الرئيس لويس أرسي بداية الأسبوع اللي حصل في الانقلاب بتغيير شامل لحكومته والإفراج عن الرئيسة الانتقالية جانين أنييز، واللي خضعت لعقوبة السجن لعشر سنين لأنها بعد احتجاجات عام 2019 وكانت وقتها عضوة في مجلس الشيوخ، تم انتخابها في جلسة استثنائية كرئيسة لمجلس الشيوخ وبالتالي أصبحت رئيسة مؤقتة للبلاد في جلسة لم يتوفر فيها النصاب المحدد بسبب غياب أعضاء من حزب الرئيس المستقيل إيفو موراليس، واللي طالبوا بضمانات أمنية قبل الحضور، وكمان اتهمها بممارسة الاضطهاد السياسي والعدالة الانتقامية أثناء فترة رئاستها المؤقتة. تعتبر بوليفيا دولة هامة لأمريكا واللي تحالفت مؤخرا مع روسيا، خاصة أن بوليفيا بتمتلك 24% من مخزون العالم من معدن الليثيوم، المعدن الثمين الأساسي في تصنيع البطاريات، وتمثل بوليفيا إحدى زوايا ما يعرف بمثلث الثروة الباطنية المستقبلية في أمريكا الجنوبية.